أعلن مصدر رفيع المستوى توصل الجهود المصرية الحثيثة للحفاظ على المسار التفاوضي بشأن قطاع غزة. وفي تصريحات للقاهرة الإخبارية أوضح المصدر استمرار المباحثات في القاهرة بحضور الوفود القطرية والأمريكية وحركة حماس، مضيفا أن المباحثات متواصلة منذ 10 صباحا وسط توافق ملحوظ وبعض النقاط الخلافية. كما أكد أن الوفد الأمني المصري أكد لكافة الأطراف المشاركة خطورة التصعيد وعدم الالتزام بالمسار التفاوضي.